السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند العمل على البرنامج وعدم قيام بعمل سيف تظهر لي هذه الرسالة. الرسالة التذكارية بتقول لي ان انت بقالك فترة مسافتش المشروع دوت، انت عايز تعمل ايه؟ اول اختيار ان انا سايف هذا المشروع، تاني اختيار اسايف هذا المشروع واظبط الاعدادات بتاعة الشاشة اللي بتظهر ديت الريمايندر، تالت خيار مسافش المشروع وسيبني اظبط الريمايندر او المذكر دوت. تمام، هو عادة بنختار اول واحد، بس انا دلوقتي اختار تالت واحد عشان نظبط الاعدادات. دخلت في الاوبشن بيقول لي انت عايز الاختيار دوت الريمايندر ده يظهر لك كل قد ايه، كل 30 دقيقة ولا كل ربع ساعة ولا كل ساعة ولا مش عايز تذكر خالص. ممكن يخليك 15 دقيقة، اساسا احنا عندنا الكهرباء في مصر بتقطع كتير. تمام،